عقد اليوم الوفد السوداني الشرطوي برئاسة فريق أول هاشم عثمان الحسين عقد جلسة عمل مع مسؤولي الإدارة العامة للشرطة الوطنية في مقدمته مديرها العام العميد طاهر آدم حنفي فاضل والمزيد من التفاصيل. في إطار التعاون الأمني المشترك بين الدولتين تشاد والسودان، قد قام هذا الوفد المكون من قادة الشرطة السودانية الذي يترأسه المدير العام لقوات الشرطة السودانية الفريق أول هاشم عثمان الحسين، وذلك بهدف تعزيز ورفع القدرات الأمنية بين البلدين. زيارة كانت ناتجة عن بنود اتفاقية مسبقة بين الشرطة السودانية والتشادية، كما أنها تسعى إلى تدريب بعض قادة الشرطة التشادية في عدة مجالات منها كمكافحة المخدرات وردع طموح المتطرفين الإرهابيين المتسللين عن نطاق دائرة الأمن والاستقرار، والحرص على القوى المستقبلية العظمى لبناء أي بلد كان وهي الشباب. الشرطة مهمة جدا للمواطن في كل الدول. الشرطة تحميه، تكافح الجريمة، تحقق العدالة، وبالتالي هي مهمة جدا للحياة في كل الدول، لأن الجريمة ممكن تخطط في السودان وترتكب في شاد، وتخطط في شاد وترتكب في السودان. أقرب مثال، السرقات ممكن تتم سرقات من السودان تمشي شاد، من شاد تجي السودان. فلذلك لابد إنه نتعاون كشرطة فيما بيننا لمصلحة المواطن في البلدين ولمصلحة الأمن في البلدين. والشباب هم العنصر الأساسي في بناء الدول، لذلك حتى العمل الاستخباري يستهدف الدول من خلال الشباب. من جانبه المدير العام للشرطة الوطنية التشادية، حيث أكد في كلمته الترحيبية لهذا الوفد، مؤكدا أن تشاد والسودان تربطهما علاقات أزلية مما تستدعي إلى فعل كل ما يتطلبه الأمن. الشكر موجه لرؤساء اثنين، سيد رئيس الجمهورية الشاد محمد إدريس ديبي وسيد رئيس الجمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير. ده فرصة الوحيد علينا ممكن نقوله عشان التعاون الشرط بين البلدين بمخافة الجرائم وتبادل الخبرات ومجال التدريب بكل شيء. من قصد الكثير نقول لك سيد الفريق أول المدينة الشرطة السودانية، أن نقول لكم في بلدكم ثانية ونقول لكم جيت أجيب ونشكر بشكر كثير. هذا وفي نهاية المناسبة قام رجال الشرطة التشادية والوفد المرافق لهم بزيارة إلى موقع المراكب البحرية التي تلاحق بها الشرطة الوطنية الذين يقومون بتهريب المخدرات وغيرها من الموانع الحدودية التي تسعى إلى تخريب هيكل الدولة.